صباح اليوم قادما من مدينة واديب والمحطة الأخيرة من سلسلة زياراته لعواصم بعض الولايات الداخلية. واستقبل رئيس الجمهورية لدى وصوله مطار نواكشوط الدولي أم التونسي من طرف الوزير الأول السيد يحيى والحدمين وعدد من أعضاء الحكومة وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية والمديرة المساعدة لديوان رئيس الجمهورية ووالي نواكشوط الغربية ورئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية. ولدى عودته إلى نواكشوط في ختام سلسلة الزيارات التي قادته إلى عدد من ولاياتنا الداخلية، كان رئيس الجمهورية سيد محمد والعبد العزيز موضع استقبال شعبي على طريق مطار نواكشوط الدولي أم تونسي. ظهرك يا بلال.